المحور الثاني هو محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتستهدف الاستراتيجية البناء على العدد الكبير من المبادرات والسياسات التي نفذتها الدولة في السنوات الأخيرة، والتي انعكست بشكل فعال على إعمال هذه الحقوق بالنسبة للمواطنين. فإذا بدأنا بالحق في الصحة، تسعى الاستراتيجية إلى البناء على المبادرة الرئاسية تحت شعار 100 مليون صحة وقانون التأمين الصحي الشامل. وتستهدف الاستراتيجية تعزيز تغطية الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، خاصة في المناطق الريفية والنائية والحدودية، والارتقاء بجودة المرافق والخدمات الصحية، وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على باقي المحافظات. وإذا انتقلنا إلى الحق في التعليم، تستهدف الاستراتيجية مواصلة خفض نسبة الأمية، رفع معدلات القيد، تضييق الفجوة التعليمية بين الريف والحضر، الحد من التسرب، تحسين جودة التعليم، تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، تطوير منظومة البحث العلمي، وإصدار التشريعات الكفيلة بتنظيم الحق في المعرفة. أما الحق في العمل، فتستهدف الاستراتيجية البناء على جهود الدولة للحد من البطالة من خلال زيادة فرص العمل وتعزيز معايير العمل اللائق وضمان توفير أجور عادلة وتعزيز آليات الوساطة والتحكيم وفض المنازعات العمل الجماعية. أما فيما يتعلق بالحق في الضمان الاجتماعي، ففي ظل الإرادة السياسية الأكيدة وإيمان الدولة بالعدالة الاجتماعية وإطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة، تستهدف الاستراتيجية تحديد وسد الفجوات في تغطية برامج الحماية الاجتماعية للفئات المستضعفة المستهدفة، والتوسع في دعم برنامج تكافل وكرامة، وتطوير نظام الضمان الاجتماعي ومنظومة التأمينات والمعاشات، وتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية لتوفير المساعدات في حالات الطوارئ والأزمات. أما الحق في الغذاء، فقد صدرت خلال السنوات الأخيرة تشريعات بالنسبة لاستصلاح الأراضي ومنع التعدي على الأراضي الزراعية، كما تم إطلاق مبادرة المشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان، وتحقيق معدلات للاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتطوير منظومة الخبز ومنظومة بطاقة التموين. وبالتالي فالاستراتيجية تسعى للبناء على ذلك من خلال زيادة الاحتياطي من السلع الاستراتيجية، ودعم منظومة الخبز وتعزيز منظومة بطاقات التموين، وخفض معدلات الفاقد، وتعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحديث التشريعات واللوائح المنظمة لضمان جودة وسلامة الغذاء. أما فيما يتعلق بالحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، فإيماناً من الدولة بحق كل مواطن في ماء نظيف، وتأسيساً على تنفيذ مشروع قومي للتوسع في إنتاج مياه الشرب الآمنة والتوسع في مشروعات الصرف الصحي بالمدن والقرى، فإن الاستراتيجية تسعى لرفع متوسط توافر مياه الشرب الآمنة ورفع جودة المياه وزيادة محطات تحلية المياه وتقليل الفاقد من المياه، وتطوير مشروعات البنية التحتية للصرف الصحي واستكمالها بحيث تمتد لباقي المناطق الجغرافية. أما الحق في السكن، ففي ظل التزام الدولة بكفالة حق المواطنين في السكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية، فلقد كثفت الدولة جهودها من خلال أكبر مشروع سكني في تاريخ مصر، فضلا عن تنفيذ برنامج تطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية. وبالتالي أكدت الاستراتيجية على زيادة عدد الوحدات السكنية لمحدود الدخل، وتطوير الخدمات والمرافق في المجتمعات السكنية والمدن الجديدة، وتطوير الاستمرار في تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة والمناطق التي لم تخضع للتخطيط العمراني. أما الحقوق الثقافية، فباعتبار أن الثقافة حق أصيل لكل مواطن تسهم في تشكيل وجدانه وبناء شخصيته، وفي ضوء أهمية الحفاظ على تراث مصر الثقافي والحضاري بجميع روافده، تكفل الدولة هذا الحق وتلتزم بدعمه. وبالتالي تستهدف الاستراتيجية البناء على ذلك من خلال تحقيق توزيع الخدمات الثقافية بشكل متوازن في مختلف ربوع مصر، لا سيما المناطق الحدودية والنائية والأكثر احتياجاً، والنهوض بالصناعات الثقافية وتوفير التمويل المناسب لها، وتطوير التشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتنافسية.